العاصمة المقدسة أعمال رش وتعقيم لعدد من الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في العاصمة المقدسة. يأتي ذلك في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بينة أن أعمال التعقيم التي نفذتها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن العامة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس رائد سمرقندي، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة. مهندس رائد، أهلا وسهلا فيك عبر أخباركم. بداية لو تحدثنا عن آخر المستجدات والمجهودات التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار الفيروس. أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذه المداخلة. حقيقة تتواصل أعمال أمانة العاصمة المقدسة لمكافحة فيروس كورونا على مدار الساعة بواقع 4 ورديات، فبالإضافة إلى الأعمال اليومية المعتادة التي تقوم بها مثلا وكالة الخدمات فيما يخص الصحة العامة وصحة البيئة والنظافة، قد تم تسجيل فرق من الإدارة العامة للصحة العامة وبمساندة من الإدارة العامة للنظافة للقيام بأعمال الغسيل والتعقيم والتطهير والتنظيف بمواد صديقة للبيئة والتي تشمل جميع أنحاء مكة المكرمة وخاصة المسارات التي يكثر فيها المشاة كالأرصفة والطرقات. أيضا كما تم رش أعمدة الإنارة وأعمدة الإشارات الضوئية والحدائق والمنتزهات ومواقع التجمع والصرافات الآلية. جميل. إلى هذا اليوم ولله الحمد فقد تم القيام بغسيل وتطهير وتنظيف أكثر من 115 حديقة وأكثر من 100 كيلو متر طولي بالنسبة طبعا للأرصفة والطرق. طب ماذا عن الأحياء مش مهندس؟ مهندس الأحياء الآن بدايتكم فيها الأحياء العامة الأكثر كثافة الأقل؟ بالفعل صحيح. توزعت الفرق جميع أحياء مكة المكرمة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها وأيضا في المنطقة المركزية، وهي فرصة الآن في وقت الحظر يكون أغلب الطرقات خالية من المارة، يكون التنظيف بأريحية كاملة. وأيضا لا أخفيكم أيضا حتى داخل الأنفاق يكون في التنظيف على مدار الساعة. يعني احنا مش مهندس نتكلم عن تغطية مكة كاملة ممكن في خلال هذه الفترة أنه يكون يعني المناطق اللي يكون فيها مشاة. طيب المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام سواء في أوقات الحظر أوقات الصلوات أيضا يشملها الغسيل والتنظيف والتطهير والتعقيم. المنطقة المركزية لها الأولوية أيضا في هذه الأعمال، وأيضا كمان استمرت الأعمال أكثر من 1500 لوحة إعلانية ودعائية بمشاركة طبعا هذه الفرق يشارك فيها أكثر من 517 عامل وفني ومراقب وسائق. حقيقة أعمال عديدة تقوم بها الأمانة من التدابير الوقائية والاحترازات الصحية. إضافة إلى ذلك تقوم وكالة المشاريع أيضا بأعمالها المعتادة من سفلة وترطيف وصيانة لأعمدة الإنارة والجسور والأنفاق، حيث تم حتى الآن إطفاء أكثر من 5000 عمود إنارة في الطرقات والحدائق وتركيب لوحات إرشادية وتوعوية فيما يخص التصدي لفيروس كورونا. جميل. مهندس رائد، إذا سمحت لي بعد تطبيقكم كل هذه الجهود، كيف شفت تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الإجراءات؟ والله حقيقة تفاعل كبير جدا سواء في العاصمة المقدسة أو في المناطق المحيطة بها. كما هو معروف أن أمانة العاصمة المقدسة فيها 11 بلدية فرعية وثلاثة بلديات مرتبطة، ولله الحمد وجدنا تجاوب كبير وتفاعل أيضا من المواطنين، وأصبح الوعي كامل ولله الحمد في العاصمة المقدسة. في المساء أو في أوقات الحظر الآن أصبحت من الساعة 6 عصرا الكل مستجيب للأوامر التي أطلقتها الجهات المعنية ولله الحمد. أيضا كمان نحب ننوه هناك أعمال كبيرة تقوم بها البلديات الفرعية، بما أننا ذكرنا البلديات الفرعية وجميعها طبعا جميع البلديات تعمل على مدار الساعة في توفير سبل الراحة للمواطنين. كل الشكر لكم مهندس رائد عبد الله السمرقندي، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، شكرا على هذا الإيضاح وهذا
التبيين اللي ذكرتموه بالفعل منطقة مكة المكرمة ليست بالسهلة وما حولها وأيضا المناطق اللي فيها كثافة سكانية، كل الشكر لك من هذا خبر مشاهد.